يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الجمع بين قوله سبحانه وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ونحوها من الآيات، وبينما ورد أن بعض الناس يحتج يوم القيامة بعدم إرسال رسول إليه؟ لا يحتج أنه ما بلغ شيء ولا ما يحتج به، لأن ما هو بلازم من كل بلد يرسل إليها، لكن الدعوة تنتشر، دعوة الرسول تنتشر تبلغ، فهو قد يحتج بأنه ما بلغ شيء، فيقال هذا من أهل الفترة. أما أنه يقول ما جاني رسول، لا، ما نحد ما بلغته دعوة الرسل، ما نحد إلا إنسان على يعني على ما ولدته أمه، ما درى عن شيء ولا سمع شيء ولا بلغ شيء، يعيش في الأدغال البعيدة عن الناس، وهذا نادر، هذا نادر يا عباد الله، يعيش في أدغال بعيدة عن البشر. أما اللي يختلط بالناس، والآن كما ترون وسائل النقل ووسائل الإعلام تبلغ المشارق والمغارب، تدخل الكهوف والغارات والمغارات، رؤوس الجبال، هذا من حكمة الله لئلا يحتج هؤلاء يوم القيامة يقول ما بلغنا شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ، القرآن يجلجل الآن بواسطة الإذاعات، يجلجل في العالم ويصل إلى كل مكان، هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم.